هبط الاسترليني مقابل الدولار لأدنى مستوى منذ شهر أبريل عام 2017، وهذا بعد تزايد المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وخلال تعاملات اليوم تراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بستة أعشار بالمئة، ومقابل اليورو تراجع الاسترليني بأكثر من 3%. ومنذ بداية العام الحالي خسرت العملة البريطانية 1.9% من قيمتها مقابل الدولار ونحو 0.25% مقابل اليورو. حول حركة الاسترليني لهذا اليوم ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الإمارات محمد زيدان، كبير استراتيجي الأسواق في Think Markets للأبحاث. مساء الخير محمد. والاسترليني بيسجل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ أبريل 2017، إلى أي مدى سيظل الضغط من مسألة البريكزيت يؤثر على أداء الاسترليني؟ نور، ادينا هو موضوع البريكزيت اتوقع ان هو هيسيطر على الجنيه الاسترليني لغايه ما نصل الى الحاله النهائيه ليه. دلوقتي احنا كنا ما بين موجه تفاؤل في بدايه السنه وشفنا الجنيه الاسترليني بيحقق ارباح، ودلوقتي انتقلنا لادنى مستوياته منذ عامين كما ذكرتي، واسوأ عمله في عملات المجموعه العشر جي تين كلهم. وطبعا ده كان سببين رئيسيين، اول حاجه العامل السياسي، شفنا المناظره ما بين المرشحين لرئاسه الوزراء هانت او بوريس جونسون، واوضحوا امبارح ان هم فكره الباك ستوب او نقطه الخلاف الرئيسيه رافضينها تماما، بمعنى كده ان احنا هنوصل 31 اكتوبر بدون اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، ومعنى كده ان احنا هنكون امام الخروج الصعب او الخروج الفوضوي كما يطلق عليه، او نو ديل بريكزيت. ده ضغط بالجنيه الاسترليني. عندنا كمان مفاوضات ترتيب اجتماع الاسبوع السابق ما بين مفاوض الاتحاد الاوروبي لشؤون ملف البريكزيت ووزير البريكزيت ببريطانيا، وكانت هناك تصريحات انها كان المفاوضات الاصعب او الاجتماع الاصعب، وبالتالي ده برضو اضاف الى السلبيه. كمان عندنا الجانب الاقتصادي، الارقام الاقتصاديه البريطانيه بسبب العوامل دي كلها والحرب التجاريه بدات تتباطا، فشفنا مؤشرات مؤشري مشتريات السي ام اي سواء الخدمي او الصناعي انخفضوا، وخاصة الخدمي اللي هو يعتبر ثلثي اقتصاد بريطانيا، واضح ان في انخفاض. كمان دلوقتي الاسواق بدات تصعب ان احنا نرى البنك المركزي البريطاني يخفض الفائده لدعم الاقتصاد، كما صرح كارني محافظ البنك المركزي في كذا مناسبه سابقه، فبالتالي يتوقع ان الدعم الاخير اللي هو كان امام الدولار الامريكي اللي هو الدولار فاصلة 24، لو الاسترليني فضل عند المستويات ديت اتوقع الاسوأ قادم 1.20 بالفائده، بتدل موجة الأخبار السلبية والضبابية اللي احنا شايفينها في تصريحات أو أي أخبار جاية من بريطانيا بشكل عام. محمد زيدان، كبير استراتيجي الأسواق في Think Markets للأبحاث، شكرا جزيلا لمشاركتك.